الأستاذ يوسف عبد الجبار نائب رئيس مؤسسة الشهداء، صباح الخير والعافية عليك. صباح الخير أستاذ. الله يحفظك، آسفين أخذنا من وقتك. أنا يمي والد الشهيد محمد علي عبيد. ويقول إنه أنا ابن انقطع راتبه بسبب تشابه أسماء، وراجعنا قالوا ماكو يعني ابنك يستحق راتب. فأنا قلت له هسه راح اتصل إن شاء الله أستاذ يوسف وما يقصر وياك، يجيك هسه أريده. وأريد اليوم يصير له حل يعني. بالإضافة إلى شبابنا، نعم، مناشدة عاجلة جدا. زين، وأريد منك سوي لي كتاباني أوقع وخبر عسكر مرة ولا هذا مرة عاجلة. لا تعطيها خاف معقل، خاف واحد يساومك يريد فلوس. تيجي عليه بس يطلب الراتب مالتك، يجي عليه ياخذ منك الموافقه وسهل عمليه الصرف مال الفلوس. ماشي، مؤسسه مؤسستكم واحنا خدامكم.